السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اهلا بكم في فلوق جديد. بعد ما وصلنا سبوكان الحين صلينا وخلصنا وطالعين الحين بنروح نتغدى، ممكن نروح المول، بنروح الداون تاون نتمشى شوي في سبوكان، لان بكره راح نروح السيلفر وود، فقلنا نتمشى شوي في سبوكان وبكره نبدا التعب بعد، فخلكم معنا. السلام تنامون هنا انتوا، السرير هذا كامل جاهز. ما يحتاج خسر فلوس يعني 400 ندفعها، وجه ندفعها في سياره زيت 400 كم الاجار ما ادري شنو الفندق. اوف. طيب اسمع، انتم خمسه قسموا عليكم وانا لحالي. ما يحتاج انت يعني شوف اصلا نحيف. سلام اخوي، انا حجي مبارك. طيب وين ناكل اذا رحنا الايرانيه؟ انا والله ودي بالايرانيه على حسب. لا تقفل على المفتاح، نجيب نفتح الايرانيه تطول. طيب لحق كم شخص؟ سته. شلون بتسوي ذا؟ ميكس ويا عيش وسلطه. حلو. ميكس عيش سلطه، ميكس عيش سلطه. ونشوف هناك بغلاوة ترى عندها وعندها شيء ثاني. شو نسوي يعني؟ راحت 10 دقايق، نخش داخل نشوف شو اللي عندهم، عندهم شيء ثاني قبالك، نشيك كذا. بعدين بتاكلون وين؟ نروح بارك، شفت العمال عندنا في السعودية كيف يجلسون في الدوار كذا ياكلون، نصير نفسهم، احنا عمال حق امريكا. وبيبسي عادي. حمضيات. هذا المطعم ايراني موجود في سبوكان، حلو بس المشكلة ما عنده طاولات، فبناخذ الاكل وناكل برا، ما عنده طاولة تكفي لنا يعني. موجود في بغلاوة في حركات، يقولون عندهم طاولة ورا، فنروح ورا ونشوف يمكن ناكل هنا اذا عجبنا المكان. والله يا شباب انا اقول هنا كاتبين برا على الحمام نخش from just for customers. شلون دخلت داخل قلت لها وين الباثروم؟ قالت باثروم just for customers. قلت لها وين الباثروم؟ قالت لي ليفت. قلت لها اوكي. واجه صعب على جيني كسوة خلني أقول بس أروح الحمام. ما ليش وجهي والله ما أقدر أروح. قبل طلع فيني كذا. تدري شو حاطين برا السكر؟ حاطين we don't call 911، حاطين أسلحة كذا من جد. يلا والله في مرة رومانسي يعني. Thank you. مرة رومانسي مرة. عطنا عطني شيء أصير دبل رومانسي. هاي يسمونه بوب. عبد الله. هلا. شو اسمه ذا؟ معبوش. شو اسمه خليل؟ معبوش. يلا حن شو اسمه معبوش ولا معمش؟ حلوة. لا أدري. حار. يسمونه معمش. حار. لا. يقول معمش. لأن معبوش يعني معبوش. قال معمش يعني معمك. معمك. لا ما تج. معبوش. 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 معمش. اخي ما عاد انك تسمع ابنك ما تجي ما اعرف انك لان صنت فيه انت ما بنكت ما اعرف هي نكته صارت لغز عنده لا لا مو بكذا انا ما تعرف الا لغز يا رجال انت ما تعرف الا لغز انت ما تعرف انا درسك عرب يا ولد انا ما ذكرت ان احنا المطعم عندهم الا بعد ما قلتها والله على بالي انه ها يلا يلا سالفه كذي بيدينا بليد ايه جا شنو هذا هو خنشوف يمكن بكثير منه شو شرطه وقفشه وشكيم ممكن لا تبي تضحك انت تسوي بعدين انا بس هذوك بس تدوق ها تخيل تجيب لنا الصحون الحين تشوفني دقين كذا مخلص والله بتنصدم بالمره جعانين جابت عبد الله وعقله مع والله العظيم يا عيال امطرت يا جماعه شلون؟ انطرت هذا احلى شيء ترى من السنه تجلس تحت المطبخ اكل اكل ما عليك الحمد لله شبعنا خلى ربي شوي يلين ترى كسر سنوني الحمد لله رب العالمين كلنا بس والله مطر ما خلانا نكمل هذه الكبيره هذه طرطه هذه كيكه هذه تارت
بالعربي طرفا. لو في بوزمن كم سعره بيكون؟ 30 40 هذا المطعم الايراني اللي كان في العراقي. العراقي قبله العراقي ما له حتى عراقي مشاكل عراقي كان يستاهل بس سعر لا اوفر والله بس ما يستاهل 40 ما في شيء يستاهل 40 دولار تاكله انت لحالك 40 يا اخي اهم شيء انه ذي اللي راح تعطي حل من جنب تدفع تدفع انا ما ابغى ادفع كيف قالت تدفع لازم مجانا ولا بفلوس؟ مجانا مجانا ايش فيك؟ كيف نطالب بحقوقنا؟ مجانا قول لا 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 قسما مع اخوانك ابد والله انهد اي والله سنسنا في شيء عبود ايش اختار؟ بلاي ستيشن 2 في حد يلعبهم الحين سيجا وين في حد يلعبهم الحين نينتندو نينتندو الشركه دي غير ودي غير بس نفس الطقه اول هذا هم شنو هذول هذاك اكس بوكس 360 شوف اللي تحت شلون بلاي ستيشن 1 هذا شنو؟ هذا سيجا جيم جير دي بلاي ستيشن بس مو بلاي ستيشن ودها تصير هنا ودها تصير بلاي ستيشن 1 ودها تصير بلاي ستيشن 2 What this control for? That one is for the original Xbox Okay. Oh. اول واحد ذا وايرلس برضو بلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن ما تذكر السيديات حقين سرنا احنا ولا مسوي ولا شيء السبب كله منك والله بس مشيت معاك بطاحت القيمه ها ما احنا صرت مرغوبين يا رجل لا يا رجل احنا كنا فين وصرنا فين بلي شريت جزمتك من هنا لا من الموقع هذا لا الشركه قفلت تدري بعت لها الجزم وقفلت افلت كل هذا مقروض انا كذا والله انت ترى ترى القسم ده قسم حليب لا يا رجل صحيح والله يلا 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 احنا بنشتري الحق حق احد اهلا يعني انا كنت اسويها قبلك لا ليش كسرين ترى حق الكيدز دورت اقرب مره سريع شفت طلعك شنو طلع ما بموجود شكلي خلص بسرعه لاني انا شاري مو بقولك الشركه فلت هذا موجود شوفه من هنا هذا اديدس موجودين هنا بس مو بنفس اللي عندي اي هذه حلوه ليش هذه ما تزحلق من الثلج ولا تزحلق ما ادري عنه انا اللي معي مخرج من السعوديه لا والله اقسم بالله انه كم مره ما البسها في الثلج ابدا جاتك مره يعني وهونت ولا مره يا رجال طحت رمت فشت شفتوه ذا حلو صدق عاجبني انا عاجبني هذا الالوان اللي فيه نفس الشيء كله يقول لي كيف عرفت؟ كل المتزوجين يقولون حريم يقولون كذا ان الورده لها قيمه عند المراه ايوه ان لو زعلانه 1000 ورده واحده ترضيها والله والله كلام ابو نمر ابو نمر صراحة ورود كثير يزعل كثير يعني من اللي يجمع علينا يوصل 1000 مره بعدين يعطيه ورده واحده يعرف اسعار الورود يعرف وين يشتريها يعرف وين مكانها يعرف كم السعر التقريب شكله زعل كثير هنا حريم حريم هنا عبد الله تعال حريم هنا هنا حريم لا حريم عندي مع درب عبد الله الحق التخرج ما لاني خريج ولا ان شاء الله ان شاء الله كلها 20 سنه انا ضايع شرف يلا كلها 20 سنه 20 سنه تنفر ان شاء الله ان شاء الله كيف ذي ما ادري بس ما في احد عنده كيف تركب فيها هذا وتروح فضاء ولا كيف؟ تركب فيها وتلبس نظارات صحيح والله ويعيشك 4D ما ايش اللي مع 3D 4D فيرج 5D 6D زي كل ما تزيد يصير افضل صح؟
كيف دي انزين قاعد ما موجود جاي مع الطقم انت ولا لا شوي يعني من المحل ما بمرتب اجل يشترون ملابس يعطيهم الكيس هذا كبرها شو الكيس اللي عندهم الشباب يا رجل عشان ما يكلفوا عليه وشوف كم قيمة الملابس يعطونهم كيسة ذكر تروح البقالة تشتري بريال يعطيك كيسة أفضل من زبالة الكبيرة شو عليك عطوك صغير وشوف عليه عطوك كبيرة شوف شو اللي يشتري استغفر الله استغفر الله استغفر الله شو فيه علي تشتري هالأشياء خذ يدمعني عبد الله عبد الله القديم قصدي ايوه عبد الله القديم لا الحين ابديت انا وديت يجي ليش ما يجي؟ ما يجي خوف عيد انت الجملة وخلهم يقولون انت قلت ان مول الدونتان احلى من المول اللي قبل شو كنا فيه انت قلت لي احلى قلت لك عيونك الحلوة لا ما قلت لي عيونك الحلوة شو قلت لك؟ ما ادري قلت شيء ثاني بس ما يصير خليه وش اللي قلت؟ هذا في النوم وقلت زي كذا قلت لي انت مالك دخل هو في النوم اي هو في النوم وتذكر شلون؟ خلاص انا خلاص عبد الله لا تعيدها مرة ثانية هذا عليك فاول انا اسف اوكي شو صارت كذا والله هذه هي شو صارت كذا ما ادري شلون صارت كذا شلوها خلنا نخش زين هنا اذا صار فيه لانه هي جهتين يا شباب يسوون صيانه شكلهم شفتوها والله لا يهينك والله والبزعه والله العظيم جايها وموجوده في جوجل والله طيب اسمع الفندق شوف الورود شكلهم بينقلون ذي الجهه انا شلون قالوا بيسوون توسعات اوكي ترى ما يلا وخليفه ما نام من امس وسايق 6 ساعات طبعا مو بذنبنا قلنا انه بيسوق ما برضي لنا نسوق قلنا بالرابط انا مع عبد الله انه احنا ما في حيث كلش نقدر الحين شوف ما يسوي شيء ما يقدر يسوي شيء نقدر الرابط الحين نحطه في الشنطه صح عبد الله؟ بسم الله عليه حتى اللي طاي وراي انه يبطل الطريق شوف شوف جبل ها و يا اخوي امشي ليش؟ روح عبو بنزين وذا وانت احنا تمشي على الهواء عادي تعال تعال وراكم وراكم يلا يلا فندق فندق شو ماسكين على الفندق وصلنا الفندق طبعا الشباب منتهين خليفه بروح ينام عبد الله ما يبي يخش الفندق لانه يقول اذا خش الفندق راح ينام ما ادري ايش بيسوون وذلك ما نزلوا من السياره لين الحين عبد الله انتظرني طيب ولا مسوي نفسك رومانسي عن لحالك كذا الحلو بالفندق اللي ساكنين فيه انه قريب الدونتون يعني بين الدونتون الشلال بس وتسمعون صوت الحين فنقدر نتمشى هنا ونروح على طول على الدونتون شوفوا كيف المناظر لا 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 خلاص امزح 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 علمني شعورك عبد الله المناظر ذي تحس انت وين انت فيه ما بيصدمك بالاجابه يا والله عطني انا متعود منك عطني يلا شيء مكان ما ودك احمل الحوادث يا يمك والله والله الصراحه نفس تفكيري تفكير متبادل ها هذه فيكس فيكس وينها شرط فيكس والله كيف يعصرونه مش دراني هذا ما ادري يمكن تحفيفه اي يمكن فيكس طازج ما بعد يصير قوي
اعطني اياها ابو قيمه. سمع سمع الصوت. خلني عليك انا شوف. سمع الصوت. هنا طبعا. خلي يصير في الوسط. تابعون واحد مينون كذي. هذا الداعم شفتوه. عبد الله لو عندك ذيك العربانه شفت اللي هناك كبيره شو تحمل فيها؟ شفتها؟ ها بشر عبد الله حصلت لها شيء لو انك عندك اياها ذي شو تسوي فيها؟ صحيح والله؟ عبد الله احنا وين احنا فيه؟ بنخش بس انه تدري اني اول مرة ما ودي اخش لانه ما عندي شيء ابي. ادري تبي انت شيء؟ لا يلا اوكي انا اول مرة في حياتي اقول ما ودي اخش ما حسيت. هاي ليش بنخش الحين؟ جوال يوم صار 7% لازم نشحنه. شفت الحركة؟ هذا احسن شيء. شلت الجوال هذا الايفون 8 ريد برودكت وحط الجوال يشحن هنا. عبد الله ها صراحه رسام يا عبد الله والله ايام عن ال 7 بلس بس هذا ال 8 بلس طبعا ما في فرق بينه وبينه بس اتكلم عن الشاشه قدام صدق الجهاز ال 10 بدون حواف اجمل بكثير خلاص الجلد كلهم بينزلون السنه دي بدون حواف كذا تستقل المساحه كامله ايش رايك فيه اللون الاحمر لون اذواق يعني بس صح ولا لا؟ هي اذواق اللي لابسين اخضر هذا ابيض راح اسالها. ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة ولايك المقطع ونشر المقطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.